السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. هذه الطريقة التصوير قبل هذيك. 1 2 3 اكسيون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. هذه هي التصوير. لا ايمن صحكني انا. نعاود. خلي كلمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه حبيب للمعلومات. هذه الكواليس قبل التصوير باش خلي 1 2 اصبر نفكر شوية باش ما تخشني الناس. لا معليش اخي راك علانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. ان شاء الله في هذا الفيديو كيفية ربح من اليوتيوب في اجهزة 2024. هذه الطريقة خاوتي الكواليس قبل التصوير باش تقدر دير مونتاج وكذلك حتى الهندسة الصوتية. عندنا كاميرا من نوع نيكون 5100 دي. هاي خاوتي شو مليح. هذه هي راني نصور بها الفيديوهات تبعي على قناتي مدونة حبيب للمعلومات. وكذلك في نفس الوقت الحاسوب من نوع ديل. هو من نوع ديل. وكذلك الهاتف من نوع ريدمي نوت 10 برو ثاني كذلك كان صور به. اللي عنده اي استفسار او عنده اي مشكله يحوس يبدا في التصوير او يحوس يبدا في المونتاج او يصنع المحتوى على اليوتيوب او على التيك توك يتواصل معنا او يخلينا التعليق اسفل هذا الفيديو. السلام. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه حبيب للمعلومات. ان شاء الله في هذا الفيديو كيفيه صنع المحتوى على اليوتيوب بطريقة سهلة جدا في أجهزة وكذلك سحب الأرباح بعملة الأورو في الجزائر. سلام.